مجلس إدارة النادي الأهلي وجه الشكر للبرتغالي ريكارديو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة اللي فاتت اللي تولى فيها المسؤولية، وأكد المجلس على تقديره الخاص للجهد الكبير اللي بذله سواريش ومساعديه ومحاولاتهم في بذل أقصى جهد سواء في التدريبات أو المباريات، وده في إطار الاحترام والاحتراف اللي بيحكم العلاقة بين الطرفين. تم إنهاء التعاقد مع المدير الفني بالتراضي، وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في خطواته الجاية. المسؤولين في نادي الزمالك بدأوا التدريب لسفر بعثة الفريق الكروي الأول لقطر، وده لمواجهة الهلال السعودي يوم 9 من الشهر الجاي في كاس لوسيل، ده على استاد لوسيل المونديالي، واللجنة المنظمة للبطولة عملوا فيديو ترحيبي للزمالك بالمناسبة دي. الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قرر أنه يعلن قائمة أسماء المحترفين الأولية، هيكون يوم 4 سبتمبر الجاي، ثم القائمة النهائية وهتكون 17 سبتمبر بعد انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق واللي هينطلق في الفترة من 13 ولحد 27 سبتمبر. وجت قائمة اللعيبة المحلية اللي تم اختيارهم هم محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر، أيمن أشرف، محمد حمدي، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمد إبراهيم، محمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسى وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف. حقق فريق أرسنال رقم مميز في بطولة الدوري الإنجليزي، وده بعد الفوز على أستون فيلا بنتيجة 2-1، وده في الجولة الخامسة في مسابقة البريمير ليج على ملعب الإمارات في المباراة اللي جمعتهم امبارح. وبكده أرسنال بيحقق 5 انتصارات متتالية من بداية انطلاق الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ووضعته منفردا على قمة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة ليحقق رقما قياسيا لأول مرة في تاريخه بالفوز في أول 5 جولات من المسابقة. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حقق الفوز على فريق نوتنغهام بنتيجة 6-0، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي مانشستر سيتي وصل رصيده ل 13 نقطة، ونوتنغهام في المركز ال 15 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقط. فريق ليفربول حقق الفوز على فريق نيوكاسل بنتيجة 2-1، وده في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب أنفيلد، ده كان ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح نجمنا المصري محمد صلاح في صناعة هدفين للمباراة وده لصالح فريق ليفربول. خلصت أخبارنا الرياضية وعودة لزملائي لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.